احنا إذا سمحتوا ان شاء الله غادي نكونوا دائما في جنبكم، غادي نعاونكم ان شاء الله. اللي كنقول غادي نعاونكم، انا كرئيس الحكومه غادي نعاون يعني جميع رؤساء ديال الجامعات باش نكون عندهم امكانيات باش يعطيو اجوبه اللي كيتسناوها المواطنين. وحنا داخل هذا الحزب قابطين الطريق ديال المعقول وديال الجديه ومسار الصدق والالتزام مع سيدنا الله ينصره ومع المغاربه. ما جيناش باش نضيعوا الزمن التنموي ديال المغاربه، ما جيناش ندخلوا مع حلفائنا في الصراعات الخاويه كما كان ذلك في السابق، وشتو داكشي كيفاش كان كيكون. احنا موجودين حيت بغينا المغاربه التنميه الشامله، بغينا المغاربه يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. المهم عندنا هي التنميه ولا شيء من غير التنميه، المهم عندنا هي الاسره المغربيه ومستقبلها. وهذه وقتكم وحنا معكم، وخدموا بلادكم وغادي تلقاونا بجنبكم. هذه مرحله جديده ان شاء الله، نبغي نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين